المشاهد هذه لمدينة حمص السورية تشير إلى الفوضى الكبيرة الحاصلة هنا في شوارع ألف الأعلام تداولها منذ بدء الأزمة السورية من باب عمرو والخالدية وصولا إلى حي البياضة، فوضى تحصد مزيدا من القتلى بمعزل عن الروايات المتناقضة التي تقدمها كل من المعارضة والسلطة. فمن جهة قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 9 مدنيين قتلوا من جراء قصف القوات النظامية للمحال التجارية، في حين ذكرت السلطات السورية أنها اعتقلت 65 مسلحا في منطقة القصير بحمص. وبث تلفزيون سوري صورا لمحاولة هذه الجماعات المسلحة اغتيال أحد ضباط الجيش في المدينة. معلومات صحفية تحدثت أن المدينة باتت تحت رحمة المافيات الدينية والاقتصادية. الاختطاف تخطى الأسباب الطائفية ليصبح الدافع المالي وراء عمليات الخطف التي ينفذها مرتزقة وقطاع طرق تصل الفدية فيها إلى 100,000 دولار. في هذا السياق لا يزال 5 فنيين إيرانيين يعملون في محطة للكهرباء مختطفين، في الوقت الذي أعلن فيه أن السلطات السورية أفرجت عن الصحفي محمد دحنون. وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا قالت أن سوريا وفي رسالة وجهتها إلى الأمم المتحدة ومجلسي حقوق الإنسان قالت أن أكثر من 2000 من أفراد قوات الأمن السورية قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للنظام قبل 9 أشهر. على وقع التطورات الميدانية هذه وصل إلى دمشق وفد طليعة بعثة المراقبين العرب للأعداد لزيارة البعثة نهار الأحد. هذا الوفد يرأسه مستشار الأمين العام للجامعة العربية سيف اليزل، ويضم عدد من مسؤولي الجامعة العربية إلى جانب باحثين وخبراء في منظمات حقوقية. الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أوضح أن الوفد سيجري مباحثات مع المسؤولين السوريين لترتيب التفاصيل الخاصة بالبعثة. لا توجد الجامعة العربية ما لديها هو أمرين: مقاطعة اقتصادية وسرية. البعثة رايحة عشان وقف القتال وباقي الأمور تبدأ فيها، فأين هي المهل؟ دمشق رحبت بالمراقبين على أراضيها، في حين نددت المعارضة السورية بالمبادرة العربية وصفة للبروتوكول ببروتوكول الموت. عشرات القتلى والجرحى في صباح عراقي دام وسط أزمة سياسية متفاقمة. استفاق العراقيون على أعنف تفجيرات تستهدف البلاد منذ أشهر، أوقعت عشرات القتلى والجرحى في سلسلة هجمات هزت العاصمة بغداد. الساعة 7:15 دخلت سيارة إسعاف، احنا سمعنا خبر، فدخلت من النزاهة متحدث باسم وزارة الصحة أفاد أن 57 شخصا قتلوا، فيما أصيب 167 بجروح في 10 هجمات وقعت في بغداد. قيادة عمليات العاصمة أعلنت عن 12 عملية تستهدف مناطق حيوية ولا أمنية، بل استهدفت مدرسة ومواقع عمل وهيئة النزاهة ومواطنين. أحلى مال بخرج رأسا، ما حسينا إن الجام تكسر وأبوها رأسا نام عليها وشعرها، حسها مرعوبة بالغرفة كل الجام تكسر. أنت تدري شوف الوضع قدامك، إحنا ليش بأمان الله؟ ليش ما عندنا أمان وعندنا استقرار بالدولة هاي؟ ناس أبرياء ما لهم أي ذنب، مجرد بأنه هو مواطن أو موظف، يعني احنا يعني شنو ذنبنا؟ شنو ذنبنا يا اخي؟ اذا انت ما تقدر على الحكومه اتركها. السياسيه تعبتوا بيناتهم على المناصب، على يذبحوا العلم هالمصدر مال العماله، يذبحوهم عشان يذلوا العلم مال منو لهم؟ احد يحزن عليهم؟ احد يسولف لهم؟ احد شافهم مشيتوا ما بيكم؟ داروا وجوههم وراحوا. مصدر في وزاره الداخليه ذكر ان 3 أشخاص قتلوا واصيب 25 في انفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا مصنعا في منطقه علاوي وسط بغداد، وأضاف أن انتحاريا يقود سيارة مفخخة استهدف مبنى هيئة النزاهة في الكرادة في الوسط، ما أدى إلى مقتل 13 وإصابة 36 آخرين. وانفجرت سيارة مفخخة في منطقة الأعظمية في شمال العاصمة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين بجروح، فيما انفجرت سيارة أخرى مفخخة عند تقاطع الشعب في الشمال، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 بجروح وفقا للمصدر الأمني. وفي الشمال أيضا في منطقة الشعلة أصيب 10 أشخاص بجروح بانفجار عبوة ناسفة، بينما أصيب 8 بانفجار عبوة أخرى في حي العامل، كما أصيب 8 في منطقة باب المعظم بانفجار عبوة ناسفة.